وصاحب الذنب تأخيره للتوبة ماذا يعني؟ أول ما يعني أنه باق على الذنب، والبقاء على الذنب إنما هو تراكم، والتراكم في المعصية تمكين لخصمك إبليس، وإبعاد عن رحمة الله منك، وأن لك إذا بدأت هذه الأمور تتراكم عليك أن تزيلها، واضح؟ فلذلك لا بد من المبادرة، وإن مما يعين على المبادرة أن يتذكر الإنسان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الرب جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا تفكر الإنسان في ذلك يجد عونا له على أن يبادر للتوبة.